دعوة رسمية من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. السيد الرئيس خلال هذه الزيارة سوف يكون ضيف شرف لاحتفالات الهندية بمناسبة عيد الجمهورية 26 من يناير من كل عام. هذه الدعوة تأتي للمرة الأولى في تاريخ العلاقات المصرية الهندية يتم دعوة رئيس مصري لأن يكون ضيف شرف هذه الاحتفالات الهندية القومية الوطنية الهامة. الرئيس أيضا عبد الفتاح السيسي يصل إلى الهند في زيارة تتزامن مع مرور 75 عام على تأسيس وإطلاق العلاقات المصرية الهندية التي شهدت حقب تاريخية ازدهرت بالكثير والكثير من التعاون بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي والدولي. خلال هذه الزيارة سوف يشهد السيد الرئيس عدد من الفعاليات الخاصة بالاحتفالات القومية للعيد الجمهورية في الهند أو زيارة سيادته إلى ضريح الزعيم الهندي الراحل مهاتما غاندي. كما يبدو في الصورة يستعد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهبوط من الطائرة حيث يكون في استقبال سيادته عدد من كبار مسؤولي الحكومة الهندية. زيارة هامة تأتي في وقت تشهد خلاله العلاقات المصرية الهندية الكثير من محطات التعاون الثنائي صعيد تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أو على صعيد دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. الهند ترى في مصر بوابة ملكية لنفاذ الصادرات الهندية إلى أكثر من 1.3 مليار نسمة في منطقة شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا وشرق البحر المتوسط. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى العاصمة الهندية نيو دلهي وفي استقبال سيادته عدد من كبار مسؤولي الحكومة الهندية. زيارة هي الثالثة من نوعها، أولى هذه الزيارات كانت في عام 2015 والثانية كانت في عام 2016 وهذه هي الزيارة الرسمية الثالثة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الزيارة أيضا من المنتظر أن تشهد عدد من الفعاليات الأخرى التي سوف يشارك خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في استقبال عدد من كبار مسؤولي الجانب الهندي على رأسهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رئيسة الهند وأيضا وزير الخارجية الهندي وعدد آخر من كبار ممثلي مجتمع المال والأعمال في الهند للبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي الصعيد الاقتصادي والاستثماري تحديدا. مظاهر احتفالية بوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة نيو دلهي تقديرا وإشادة بالدور السيد الرئيس خلال الثماني سنوات الماضية في تعزيز العلاقات البينية بين القاهرة ونيو دلهي أيضا في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين بوصفهما قوتان إقليميتان مؤثرتان في محيطيهما الإقليمي. الهند خامس أكبر قوة اقتصادية عالميا أيضا تحتل المكان الرابعة من بين في دولة محورية هامة لها مؤثر